أخذت اللي بدك يا؟ صار مثل ما بدك؟ أنت شو كان بدك؟ رح تبقي مزن بكل العمر. هاي الليلة رح تتعذبي ويكبر العذاب بقلبي. رح تتعذبي وما رح تعرفي النوم بحياتك. من هلأ ورايح قبطانتي دينيس، بوصلة طريقي ومسار حياتي دينيس. قبطانتنا دينيس، بوصلتنا دينيس. وانتي كمان انحرمتي النوم. انتي عملتي مثلي بالضبط يا قاتلة يا مجرمة. الكوابيس مستحيل تفارقك هلأ، انبسطي فيهم. البنت، البنت. يا ريت كنتي انتي امي يا دينيس، يا ريت انا يلي كنت ايجان. يا ريت ما تعرفت عليكي يا دينيس. لا تفكري حالك امي، انا ماني ايجان. يا ترى ممكن مية البحر كلها تنظف الدم اللي على ايديكي؟ ولا هدول الايدين رح يحولوا مية البحر كلها لدم؟ اسمعوني، اليوم صار عندي حفيدة وراح نحتفل بهالمناسبة. ألف مبروك، وهي معلمتي قدرة صارت تيتا باركولا. ألف مبروك، ألف مبروك معلمتي، تربى بعزك.
بدنا وليمة محترمة معلمتي. يا سلام يا حلال عليكي، هذا الحكي اللي قلتيه كرمالكم رح نحضر الوليمة والبقلاوة مع بعض. يا عيني يا معلمتي. يا سلام. مظبوط. هلا اكل لاشفى. جابت صبي ولا بنت؟ بنت. حلو كثير. رح تكون قوية مثل ستة قدرات أكيد. حفيدتي ما حدا بيزعجها ولا حدا رح يقدر يأذيها لأنه هي حفيدة قدرة. يلا روحي بلع الجو. يلا يا بنت يلا بسرعة. يلا رسوا يا كلاب. أي. جيبوا مي. شو بدك مي؟ ها؟ أخيرا بلشتي تصحي. الله يخليك. جيبي لي كاسة مي عطشانة. الدكتور قال ما بيصير تشربي مي أوزجي بس أنا رح بللك شفايفك. يلا حاجة هيك. أمي شربيني كمان شوي. شو حكينا؟ الدكتور قال ما بيصير. الله يوفقك شربيني. الله يوفقك. هي آخر مرة بشربك. البنت كيف وضعها؟ منيحة كتير والله. حلوة وبتاخد العقل. جبلك ياها لعندك تشوفيها؟ ليش يعني؟ مو حرام يا بنتي؟ هي هلأ بتكون بحاجة لأمها. لو إنك تشوفيها إيديها صغار ونعومين هالقد ورجليها كتير حلوة. أوه ريحتها شو حلوة 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 حلوة. رح جيبها تشوفيها. إذا ما بدك ياها برجع. موافقة؟ تمام. برافو يا بنتي. تقبريني. لوين ناجية؟ أوزجي هلا فائت. رح خبر الممرضة تجيب البنت لعندها. ايه. طيب أنا بخبرها، أنت خليكي مع جوا. ايه يسلموا. جلسة الملاك. يا روحي انتي بنتي. اطلعي عليها اطلعي. يا عمري حبيبة قلبي بتجنن. ايه ما رح تعطوها البنت؟ لا ما فينا. يا ريت تحطيها بحضنا شوي. البنت وضعها سيء لازم تبقى بالحاضنة. لو سمحتي خليها تشم ريحة امها شوي. حرام كرمال التنتين يحسوا ببعض. الله يخليكي بس شوي. ما تطولوا بس. ايه طيب رح تعطيكي اياها. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله عليها. شوي شوي شوي. يا روحي حبيبتي يا قلبي التالة انتي تقبريني. شوي شوي
على بالك. حلوة مو؟ دينيس؟ نعم يا روحي. إمتى بقى رح تجي لعنا؟ مين اللي رح يجي لعندي؟ البنت الجديدة شبك؟ قصدك البنت الجديدة؟ هي بصراحة ما رح تجي لعنا هلا، رح تبقى مع أمها فترة بالمستشفى وبعدين بدهم يجوا لعنا. إيه؟ يا شو أيكو؟ ليش هيك زعلتي يا روحي؟ طيب أنا عم استنى البنت الجديدة تجي، بدي ألعب معه ونقعد نتسلى. حبيبتي تعي نلعب بألعابك لبين ما تجي البنوتة الجديدة، شو رأيك؟ إيه ما عندي مشكلة بلعب معك، بس أنا حابة ألعب مع البنت الصغيرة. بس حتى إذا أجت البنت الجديدة ما رح تقدري تلعبي معها لأنها لساتها صغيرة. طيب خلينا نلعب بالألعاب اللي عملتهم دودو، بس تجي بلعب معها. ماشي تكرمي يلا. دخيل عينا شو حلوين حكياتها. انت شو عم تعمل هون؟ أنا لا تقرب يا مدام، لا تقرب. بس لحظة، ارجع لورا. ما في شي بنوب، جاي اطمن على صغيري. ولا قدرة تتبعد عن حفيدتي، مفهوم؟ أنا ستة مو هي، فهمت؟ طولي بالك أختي، شو بدها تعمل يعني الخانم؟ لا بالعكس، قالت لي شوف إذا بيحتاجوا شي جيب لهم أحسن دكتور. ما بدنا ولا دكتور، شو فهمت؟ نحنا ما بدنا شي منا، وأوعك تقرب لهون، يلا اطلع. يا مدام قلت لك روح. ناجية شو صاير؟ اقطعي بيك، اقطعي بيك. خلص أنا رايح خلص. شو في ناجية؟ هذا زلمة قدرة كان واقف هون وعم يتفرج على حفيدتي. هذا زلمة قدرة؟ ايه صحيح. خلص ناجية أنا معكن هون، أنت لا تخافي. بعدين ليش مانك مع أوزجي؟ ليش تركتيها لحالها؟ الدكتور عندها اقطعي بيك، وقت فات الدكتور اجيت لعند الصغيرة اطمن عليها صدقني. ها. لا تتركي بنتك لحالها، اتفقنا؟ خلص ما بتركها. ايه تمام امشي معي. امشي يلا يلا. لا تواخذني، بس الطريق كان كتير معجوق. عزراء إليك ساعتين غطى، ليش تأخرتي كل هالقد؟ لازم روح البنك وما فيني أتأخر أكتر. شاكر بيكر في أبي باعت 100 يورو من فرنسا ولازم أسحبها، وإذا ما قدرت أسحبها قبل ما يسكر البنك رح يقتلني أبي. أي بسيطة، ما بدك كل هذا الشيء. بدك ناقصني أنا؟ تفضل. قال طلبتيني دكتورة سيزان. وين كنتي عزراء؟ ليش ما كنتي اليوم بالمحاضرة؟ القصة واحدة من رفقاتنا بالسجن مرضت وأسعفوها على المشفى، واضطريت روح لعندها واتطمن على وضعها. ليكي عزراء، إذا قدرتي كل يوم تجي لهون هالشي ما بيعني إنك حرة، مفهوم؟ لا تنسي إنك سجينة هالفترة. رح أكتب تقرير باللي ساويتي. أنا آسفة لا تعمليها، إذا كتبتي التقرير رح أنمنع أطلع على راحتي ورح أجي على الجامعة بسيارة السجن والكلبشات بإيدي، وهيك مو ظابطة دكتورة. ليش ما حسبتي هالحساب من الأول عزراء؟ فرضي إنك رحتي شي مرة وما عاد رجعتي، وقتها مين حيكون المسؤول؟ أنا، ورح يجيني وجع راس منك، لأنه أنا اللي رحت وخاطرت وتواصلت لك. أنا رحت على الوزارة وأخذت إذن وكفلتك قدامهم كلهم، وبعدين؟ رح يصير حلم إخلاء سبيلك المشروط. طيب بس هالمرة يعني لو بتسامحيني والله ما عاد رح تنعاد دكتورة، بوعدك إنه اللي صار أبداً ما عاد ينعاد حتى لو اضطريت. ماشي، هاي المرة رح أنسى شو عملتي اليوم، بس إذا انعادت رح تتعاقبي، وهاد كرمال خاطر الأستاذ سينان. تمام. تعالي اقعدي، خلينا نحكي على المحكمة شوي. تمام. القضية واقفة حسب ما قالوا الخبراء، إن شاء الله إذا كان التقرير إيجابي وقتها أنا رح أقدر أتصرف، بس بالأول
مفروض يكون التقرير إيجابي، وقتها رح أقدر أقدم براءتك للمحكمة عن قضية نهال، وقتها بقدر أقدم لك طلب إخلاء سبيل مشروط. وبترتاحي وبلمح البصر بتصيري حرة عزراء. تفضل. شو هاد؟ هدول ملفات عزراء يلي طلبتيهم. أي صح، اتركهم. رجاكي حاولي تساعديني لو سمحتي. كل يوم في حدا بهددني، ما عم بقدر لا أكل ولا نام من كتر الخوف. لو سمحتي ساعديني أختي. رح ساعدك زينب، اصبري شوي بس ولا تتخانقي مع حدا هالفترة. اتفقنا حبيبتي؟ ماشي. خايفة متوترة كتير، كرمال الله لا تتركيني. ساعديني بترجاكي. بسبب تعرض السجينة زينب شاهين لعنف السجينة عزراء كايا، العنف الجسدي والنفسي، أنا بقترح نقلها لمهجع تاني لحفظ سلامتها. تفضل. سجل السجينات يلي عندهم إخلاء سبيل بكرة. تمام. هالملفات هدول طلبهم الخبير، ملفات عزراء كايا. مرحبا. ميليس؟ أوكتاي؟ أنا قلقت على أوزجي لهيك إجيت. كيف وضعها؟ في تطورات شي؟ تعي شوفي بعيني. تمام. يا حياتي، يا روحي، ليش أنت عم تبكي يا قمر؟ ليش؟ يا روحي، روقي حبيبتي، روقي. شو؟ مرحبا أوزجي، إن شاء الله ألف مبروك. يا قلبي، كيف صرتي؟ دخيل قلبي. أنا منيجي مرة تانية إذا بتحبي. لا والله ما عم يسمحوا لي أحملها كتير، رح ياخدوها. أعطيني إياها. هي ما بصير تضل برا الحضنة كتير. تمام يسلم حبيبتي. هلأ الرئتين تبعها عم يتوسعوا. إيه يا حبيبة ستك، ما أحلاكي. شفتيها ما أحلاها وشو قريبة على القلب، تقبرني. ألف مبروك ناجية. كلك ذوق ميليس خانم، كلك ذوق. أنت منيحة أوزجي؟ إلي اللي محتاجة شي؟ والله طلعت ما بعرف قديش الأولاد حلوين. معقول في حدا ما بيحب الولاد؟ يعني منيحة منيحة. مرحبا. أهلي. بس صار موعد تغيير الضماد للمريضة. أكيد طبعا. أوزجي كتير فرحت لأني شفتك مبسوطة. بجي بكرة وبعد بكرة إن شاء الله، كل يوم بشوفك أحسن ومبسوطة أكتر. إن شاء الله ميليس خانم، شكرا كتير. يلا عن إذنكم بشوفكم. ميليس خانم. أي. بدي أحكي معك بموضوع برا. أي تكرمي ناجية. ميليس خانم، كان بدي أسألك إذا في شي لازم نعمله كرمال وصاية حفيدتي. إذا رجعت أوزكي وحفيدتي على السجن، قدرة مستحيل تتركها بحالها. ودينيز شو بدها تساوي؟ بدها تحمي حفيدتي ولا بنتي؟ لو نقدر نعمل شي وآخذ وصاية البنت مو أحسن؟ ناجية بصراحة ما بعرف إذا كانوا رح يفصلوا البنت عن أمها أو لا. على الأقل في فترة رضاعة لا تنسي. بس لما روح على السجن رح حاول شوف القوانين ودققهم. طبعا. بعدين لا تقلقي، مو بس دينيز بتحميها جوات السجن، والموظفين واقفين معها، وأنا كمان، والست زيرين. لا تحكي هالحكي، أصلاً هلأ زيرين هي لعبة بإيدين قدرت. لشو قلتي هذا الكلام ناجية؟ قلي لي في شي بتعرفي؟ لازم نقعد ونحكي بشكل موسع ناجية. لا ابنو، ما بعرف شي عنهم. إيه بلا، في شي بعرفه.
بس إذا بحكي قدرة ما رح تتركني عايشة أبدا. أنت عم تفكري بطريقة غلط، لأنك ما عم تحكي مع ناس عاديين، رح تحكي مع ناس بالحكومة ناجية. لا تخافي، نحن وراكي. ولا شيء، ما عندي شيء أقوله لحدا. ماشي ناجية، أنت أدرى، بس رقمي معك وبابي مفتوح إليك أيمتى ما حبيتي تجي. لا تنسي هالشي يلي رح تقولي، بتوقعي سعادة لأوزجي. تمام، بدي شوي فكر، رح نقدر نعمل شي كرمال الوصاية مو هيك؟ رح أدرس القصة، بس أنتي لازم تدوري على شغل. آه، أنا لقيت شغل، أختي دينيس شغلتني عند صديق إلى محامي اسمه أرهان. إيه صح، بنظف المكتب للأستاذ أرهان وبعمل شاي وقهوة كمان، وراتبي كتير منيح وعندي تأمين. مبروك حبيبتي، والله فرحتيني. هلأ إذا بدي إياكي بعرف وين لاقيكي، بتصل فيكي بس أعرف. طيب. التفاصيل عن جد يسلموا ميليس خانو. بلا هالحكي، هذا أقل شي بعمله. أنت اهتمي بأوزجي وحفيدتك ومنحكي بالبهر. طبعاً طبعاً، ما رح أتركن أبداً. يلا بشوفك. أكيد بشوفك. ميليس، شو رايحة هلأ؟ وأنت مانك رايحة السجن أوكتاي؟ لا، لازم ضل كمان، ما بقدر أتركهم هلأ، هاي شغل الشرطة أنت بتعرفي. إيه، والبنت حفيدة قدرة بتعرفي كمان، الواحد لازم يضل منتبه منيح عليها. ماشي، مثل ما بدك. طيب، فيني رافقك لعند السيارة؟ ليش لا، إيه تعال معي. يلا. يلا تحرك. لحظة حسين، أخي حسين. شو أخي؟ شكلك ما عرفتني. أنا حسن، اتشرفنا. شبك أخي، شو صاير لك؟ معقول ما عرفتني؟ كنا نجي أنا ورفقاتي ونشتغل بالحديقة ونحط الأسلاك وندهن كمان. أنا حسن. شبك؟ أنت حسن دودو؟ إيه شو عم تعمل برا ولاك؟ لا تكون هربان. لك لو هربان يعني معقول روح على سجن تاني واستنى أحكي معه؟ طلعت نظامي منه. إيه شو عم تعمل عندك؟ أنا جبت هاي لدودو، بس ما فيني فوت لها إياها بشكل طبيعي. تعرف ماني قريبة حتى يفوتوني لعندها زيارة. قلت بشتري له هدية وبعطيها إياها، بس ما بعرف كيف بدي فوتها، لهيك اجيت لعندك. يعني إذا ما فيها أزعاج إلك، يعني بلكي أنت بتعطيها لدودو على راحتك. والله آسف، ما بيصير هيك شيء، أنا ما بقدر ساعدك، بس خد موعد مع زيرين خانو، إذا قبلت طلبك منعطيها إياها. مو معقول، أنا بعرف هديك المرة دودو حكيت لي عنها. مستحيل ترضى بهيك شيء. أوه شو سمعت عنها؟ لك كيف بتقول عنها هديك المرة؟ الحيطان إلى أدان. اسمعني، خود هديتك وامشي، هيك ما بتزبط، لازم تأخذ موعد بالأول. روح. يلا روح. مرسال الغرام أنا، افتح لي أنت التاني. يا ربي شو أعمل؟ ملاك شاطين؟ ملاك شاطين؟ وين ملاك يا بنات، شفتوها شي؟ لا والله بيرنا خانو، شو الموضوع؟ صاير شي؟
شو في اختبرنا؟ زيرين خانم بدها تشوفك. بدها تشوفني؟ ما عملت شيء أنا والله، شو بدها مني؟ لا تخافي لا تخافي، في شيء حلو، تعي شوفيها. يلا يلا تعي. شو القصة؟ يا بنات انبسطوا لأنه شغل الفندق رح يبلش بشكل قانوني. حلو. ايه ما في داعي نضل مشغولين بهالكلبة الواطية دينيز، بس تصير الأمور منيحة ويستقر الوضع رح نرتاح كتير ونروق. حلو هالحكي. وبهالحالة كون أمنت حفيدتي وأمنت لها مستقبلها. والمثل بيقلك إنه البنت بتجي وبتجي رزقتها معها. اسمعوني انتو لازم تبلشوا تختاروا البنات. قربوا من يلي عندها أخلاق سبيل وتعرفوا عليها. ما بدي حيوان بنوب. سمعتوا شو حكيت؟ البنات اللي مالهم حدا وفقيرات، بنفس الوقت ما بدي مشاكل أبداً ولا بدي وجع راس من هيك قصص. معلمتي سمعت بكم وحدة بدهم يطلعوا. شو رأيك نشوفهم؟ ايه بدي ياكن شوفوا لي وضعهم هلأ. بدي الأحلى وبدي الانضاف كمان. ليكو مو انتو بتحكوا معهم بتلاقوا حدا يقنعون؟ ها تمام. اسمعوا الخطة. بتقولوا في جمعية، هالجمعية خيرية بتساعد النسوان اللي طالعين من السجن وبدهم شغل. فظيعة. وعلى القائمة بدي الست إليف، هي صاحبتنا منحبها كتير. نحن منوجه البنات لعندها وهي وجدي بيحلوا الوضع كله رح يمشي على الخطة. قصدك هنن بيحاكوا البنات عن الجمعية ما هيك؟ ايه صح، هي عليهم. وبدي اياهم يعرفوا إنه في مكان للنوم كمان. حلو. حتى بيعطوهم بخشيش، يعني رح يكون الوضع كتير مرتب. وهو بيعطيهم رقم الست إليف، بعدين نترك الباقي عليها. تمام ماشي. خلينا يلا نتحرك. يلا على شغلكم. يلا يا رب. أوزجي رح تيجي لهون بس تطلع؟ أكيد جاي لهون. لوين بدها تروح لك؟ يا ريت بعتوا البنت على سجن تاني لأنه الوضع مع قدرة صعب وما بينحمل. يعني حتى لو راحت على سجن تاني قدرة أكيد رح توصل له. تعمل العمايل لحتى توصل لأوزجي وتأذيها، ولهيك وجودها هون أحسن على القليلة فينا نحميها. تسلميلي، الله ينور طريقك وحظك يا بنتي. الله يخليكي، فرحتينا كثير بهالخبر. شو هالتجمع؟ قال بدهم يطالعوها من هون. ان شاء الله الف مبروك. تسلمي لي حبيبتي. شو صاير؟ امانه ديري بالك على حالك. شو عقبالكم يا ملاك؟ شو بهو؟ شو صاير؟ خير؟ فرحتينا كثير بهالخبر. ملاك شو القصه؟ انا رح اطلع اليوم. الحمد لله عن جد. مبروك ان شاء الله. شو هالخبر الحلو؟ فرحتينا. مبروك ان شاء الله. ما احلى هالفرحه، ارتحتي من السجن. مبروك عليكي، شو حلو هالخبر يا روحي. ليش وشك هيك؟ تعي قعدي شوي لشوف. ألف مبروك، الله يكون معك. شو القصة؟ ملاك شو صاير؟ يعني عندك شي حدا خايفة منه بس تطلعي من هون؟ مو هيك القصة، والله مو هيك. أنا ما عندي حدا بنوب، ما عندي مكان روح عليه برا. وين بدي روح بحالي بالثلج والبرد؟ ما بعرف وين رايحة. طولي بالك. فهمت رؤي، ولا تزعلي، نحن منحللك القصة، مندور لك على حل يناسبك، لا تزعلي. ايه في الشغل يلي فتحته دينيز، في صندوق جواته نحن مجمعين مصاري. شو بيلزمك فيكي تاخدي منه؟ نحن مستحيل نتركك لحالك. ما بدي كون تقيلة عليك. شو هيدي تقيلة؟ نحن سويناه مشان هالايام. ماشي يلا لشوف الضحكي. فردي لي وشك ومسحي دموعي. معقول تروحي هيك وانتي زعلانة؟ يا بنات إيه؟ شو رأيكن نساوي لحفلة لملاك اللي منحبها؟ أنا جاهزة للرقص. أنا جاهزة. وأنا بعرف إنه أنتي بتشغلي لنا الحفلة، موسيقى وعزف وشي بليق فينا وفيكي. يلا يا بنات. يلا يا بنات. جهزوا حالكم بدنا نرقص ونهز خصرنا. ليكي معلم، ليكي ليكي تقولي والله بتعمل جو. اعملوا جو رح ترقص البنات كلهم. شفتيها الرقصة اللي ترقصها؟ شفتيها الرقصة؟ شو هاد يا معزز؟ والله أنشط من هالكلام عليك يا معزز. يلا قومي يا بنات. شو بدك نسوي؟ يعملوا لك حفلة.
زيرين خانم، كنت رح أمرق لعندك. هاي وصلتي من عند أوزجي، طمنت عليها. آه هي صارت منيحة؟ منيحة كتير، والبنت بخير. ممتاز. بصراحة كنت جاي لحتى أحكي بموضوع تاني. طبعاً، كيف ساعدك بالموضوع؟ فوتي قعدي. تشربي قهوة معي؟ بشرب سادة إذا ممكن. اثنين قهوة، واحد سادة والتاني سكر قليل. قولي. بدي أسألك على السجينة هون قديمة، زينب شاهين، ما بعرف إذا بتتذكريها. ما تذكرتها أبدا. شفت تقرير مكتوب اليوم إنه أنت طلبتي وقتها تغيير مهجع هاي السجينة. قلتي فيه إنه هي وعزراء كايا متخانقين. إيه هلأ تذكرت. هاي البنت كانت كتير هادية. الحقيقة كتير استغربت سبب خناقتها مع عزراء. شو سبب الخناقة طيب؟ والله مرق وقت طويل على الشغلة، ما بتذكر تفاصيل عنها، بس هي وعزراء كانوا على طول يتخانقوا، لهيك إجت لعندي وقالت لي إنه بدها تغير القسم تبعها. أساساً طلبت تنتقل على مهجع قدرة بشكل خاص. بشكل خاص؟ أي صح. قال هنيك بتحس أكتر بالأمان والراحة. أنا بكتب المحادثة بملاحظة، أعطيني وقت لأتأكد لك. فهمت. يعني إجت لعندك هربانة من عزراء وقتها، وطلبت تروح على قسم قدرات. وقتها شو عملتي أنت؟ رحت عند الست نهال وقلت لها، وقتها غيرت لقسمة دغري. هيك لك، أول شي عزراء، وبعدين لعندك، وبعدين لعند نهال. فهمت. شوفي إذا شفتي شي أو تذكرتي شي بلغيني فيه طبعاً لو سمحتي. القهوة السادة صارت على الطريق، بعتيها على مكتبي. قديش في بنات ما بنعرفهم؟ منيحة، هاي بتناسبنا. مروة جوكشي، وين مروة؟ إلك رسالة، خديها. هيلين ميلاندار، هاي إلك. شكراً. خديجة جوكال، عزراء كايا. مو هون بالجامعة، أنا باخذ عنا. دينيز ديمير، هدول إلك دينيز. آه شكراً. كأنه صاير عم يجي كتير رسائل العزراء. صحي دينيز، كلهم بتقريهم؟ كلهم. شو بيكتبوا لك فيها؟ بيمدحوكي أو بيسبوكي مثلاً؟ حكي لنا. ولا في حدا منهم معجب فيكي دينيز؟ في في يعني في منهم بيعترفوا لي بحبهم، وفي مجنون بيهدد وبيتوعد، أما أكترهم نسوان معنفين من أزواجهم. بيقولوا لو عنا مثل قوتك كنا عملنا نفس اللي ساويتي. وبتردي عليهم؟ على هاي الرسائل إيه؟ دائماً بقول لا تستنى ولا تخلوا الأمور توصل لهالمرحلة، روقوا. وبقلهم في حلول تانية غير القتل أكيد. روحوا اشتكوا للشرطة وما تسكتوا. بس هي رح ورجيكم نتحاسب، بس ما رح مرق لكم ياها هيك. وين قدرات مبينة؟ ما بعرف، غريبة والله. لحمة بقلبهم. حسرة؟ شو في خير؟ ولك هالأغبياء ما حطوا لي أكل يشبعني، كتير جوعانة وهيك مستحيل أشبع، والله رح جن. كلي أكلاتك وخدي أكلاتي، أنا ما إلي نفس آكل. لا كليون أختي، ما بدي آكل.
يلي اسمها قدرات ما قدرت تاخذ كل شيء، لهيك عم تحاول تعاقبنا بانه تجوعنا. انا فهمانه بس عن جد دودو خير، ليش صادة نفسك عن الاكل؟ اكيد هي من الحب والعشق صح؟ فهمنا، لا تضغطوا عليها اتركوها دودو خلص. او ما كتير عجبني الاكل اليوم. ليش؟ ما بعرف، فيه طعمه غريبه ما حبيت. بالعكس انا حبيته. والله صاير الوضع بملل بهالسجن. ايه والله. أوه. ما شو بدنا نعمل، خلص تعودنا، عم نقضي كل الوقت مشاكل وخناق. شبها هي خير ان شاء الله. هذا اليوم مميز بالنسبة لإلي، اليوم لازم تفرحوا، بنته لابني المرحوم اجت على الدنيا، وبهي المناسبة الحلوة جبت لكم حلو لتحلوا تمكن. يلا ضيفوا الكل يلا. معلمتي اطلعي. ايه؟ هديك البنت راحوا يحكوا معها. كيفك ملا؟ ألف مبروك إخلاق السبيل يا حلوة. شكرا، كانت مفاجأة حلوة. شبك يا بنت، لو كنت مكانك كان طاير عقلي هلا، كنت كل دقيقة قمت ورقصت. حياة برا كتير صعبة، وين بدي أعيش وشو بعمل؟ مع أنه أختي دينيس ساعدتني وعطتني مصاري ورحت بعت لي أكتر إذا احتجت، وقالت رح تلاقي لي شغل. بس لا، شو الأمور بهاي البساطة مفكرة؟ قديش رح تبعت لي؟ شو بدها منك لحتى تبعت لي؟ أنت لازمك شي تاني يا بنت. أكيد لازم. تعرفي برا شي جمعية؟ أنا بعرف جمعية لحماية السجينات، بتأمن لك المنامة وبتلاقي لك شغل وبتعيشي مثل باقي الناس. بعرف بنات فيها مرتاحين ومبسوطين. عن جد عم تحكي؟ وين مكان هالجمعية؟ رفيقتنا سعادة راحت لهونيك لما طلعت ولقت شغل بمركز التسوق. مين هاي سعادة؟ ما بتعرفيها، هي بالقسم F، وأمينة راحت لهنيك السنة الماضية. لو تحكوا مع رفقاتكم وتعرفوا لي كيف عايشين وين وكيف الشغل بتساعدوني هيك. أنا عم أحكي مع سعادة على طول. خلص قبل ما تروحي بكرة رح أتصل وباخد رقم التليفون أو العنوان، وبس تطلعي انت بتتصرفي. تكسبوا ثواب فيني، لا تنسوا، بترجعكم، لا تنسوني. لا تخافي، خليكي رايقه، رح يمشي الحال. خلينا نمشي، رح جيب لك رقم التليفون وارجع. أهلين عزراء، شو عم تعملي أنت هون؟ طلعتي من السجن يعني؟ تعي تعي، إن شاء الله ألف مبروك. لا شو طلعت؟ عم روح الجامعة، بطلع الصبح وبرجع بالليل كل يوم. كيف عم يخلوكي هيك كل يوم تطلعي وترجعي على السجن؟ يعني فيك تقول بسبب حسن السلوك. لو بعرف هيك كنت خلصت 4 جامعات بالسجن. أنت حسن شو عم تساوي هون؟ لا تسأليني عزراء، جبت هدية لدودو بس ما قدرت فوت ليها، حتى تعرف أني بحبها وعم فكر فيها وما نسيتها أبدا. ميال عليك، بس ضروري أخذ إذن من هاي اللي اسمها زيرين. ايه؟ وبعرف هاي المرة ما بتعطي إذن، مو؟ ما عاد إلي غيرك، في مجال تاخدي الهدية معك عزراء؟ شو هالحكي؟ طبعا باخد لياها، بس شيلها من العلبة لأنه ما رح يسمحوا لي فورا. ايه طيب، شيله من العلبة فورا. ها ليكي، شفتي ما أحلى؟ خديه عزراء، هاي الهدية، البسي وهيك ما حدا رح يعرف يعني. اه ايه بلبسه، بفوت أنا وحاططه. ماشي، بس حسن فهمني، شو قصتك مع الطيور اللي عاملهم بالقفص وهدول الشغلات الحزينة؟ شو قصتهم؟ شو هالحكي عزراء؟ أكيد أنا ما بحب ربي الطيور بالقفص وأحبسهم، هدول مخلوقات بريئة يعني ما لهم ذنب، ليش لحتى نحطهم بالقفص ونحبسهم؟ هذا القفص معناته إنها رح تطلع أكيد، أنا عم استناها، نحن رح نجتمع قريبا إن شاء الله. معلش تبوسيها بوستين وتقولي له هدول مني؟ ايه تكرم عينك، ماشي.
وقولي لها كمان حسن كل يوم بيجي لقدام السجن مشانك، يعني حاطت أمل اشوفك على شي شباك. قولي لها هيك انتي لو رح حاسبك. ماشي رح اقول لها ولا يهم. يلا كمان شغله شغله وحده، حسن بيقول لك الحياه بشعه، طول ما انتي جوا حسن ضايع. هيك قولي لها بالحرف الواحد لا تنسي عزراء لو سمحتي. تمام خلص تكرم، يلا تصبح على خير. وانتي بخير. الله معك. مرحبا كيفكن مناح؟ اوه عزراء اجيتي باخر دقيقه، كنت تبهدلتي لو تاخرتي اكثر. ايه بس ما تاخرت حسون. عم اقول هالشي مشانك انتي، بتعرفي زحمه البلد رح تاخرك شي مره، بتعلقي فيها وبتتاخري. لك شغلي لي راسك شوي، بعرفك شاطره شبك. كلامك مظبوط عن جد يسلم. شو بدي لك عزراء، انتي اذا تاخرتي لك شي خمس دقائق دقي لي تليفون بساعدك اذا بيطلع بايدي. اي تليفون يلي بدي احكي منه؟ نسيت انه ما معك اي صحي، عن جد وضعك كتير صعب، جوا التليفون ما بينزل من ايدك، هو تطلعي لبرا بتقولي ما معي. يحرق حريشك. شو والله بلاني فيكن انا. شو جبت لك؟ وينها وينها وينها؟ ها شوكولا اصحك تخلي حزرة تاكلها؟ لا ما رح خليها تاكلها، انا بدي اكلها. برافو عليك. شو الموضوع؟ قررتوا تنبسطوا ما تسألوا على حدا؟ لا بكره رح يطالعوا ملا. ايه لهي. ايه مبروك. اذا مشان ملاك عم تعملوا هيك كيف بس يجي دوري؟ شو هالحكي يا عزراء، رح ترقص الأرض من تحتك لما تطلعي انتي. عم خبركن مشان تعملوا حسابكن، يعني بدي جو حلو. دودو عندي مفاجأة حلوة لإلك. خير إن شاء الله. شو المفاجأة؟ حذري مين شفت قدام الباب اليوم. ليلي مين؟ لو تعرفي كم ساعة نطرك ليعطيك إياه، كتير حنون هالشبهة. وقال لي شغلة، قال لي قولي لدودو هالكلمتين، إنه برا الحياة بشعة كتير من دونه. هو ما نسيني يعني؟ ليش حدا بيقدر ينساكي يا روحي؟ وكمان بعت لك معي بوستين، هاي بوسة وهاي بوسة، وقال لي كل ما صار لك بتبوسيها. يا حلوة الحلو زعلان. هلأ نحن متخانقين ولا شو؟ لا على شو متخانقين، بس أنا وهالصغيرة مكتئبين. ما هيك مكتئبين يا عمري؟ عجب يا حرام زعلتوني. عم قول بلكي هي بتحسن مزاجك وبتروقك. وهي كمان وهي كمان وهي كمان، جبت لك كل هدول. انا صايره وحيده بلاكي، عم اشتاق لك، عم بقعد هون لحالي، ما عم اتحمل المكان بلاكي، عم ضوج وما عم اقعد مع حدا. الحق عليكي انتي حسره. ليكي البنات عم يرقصوا مزاجن عالي العالو مبسوطين، امو انتي اللي اخترتي تبقي لحالك؟ ليش الحق علي؟ قولي انا شلت ايدي عن كل شي وانسحبت، كنت ملكه هون، ليش لحتى اصير مهرجه الملكه؟ حاسو انتي شلون بتفكري هيك تفكير غلط؟ انك تكوني مع دينيز هالشي ما بيقلل من قيمتك، بالعكس المره بحاجتك وبتحس بنقص اذا ما كنتي واقفه معها على طول. صحيح هي معها بنات كتير، بس انتي الاصل لانك اقدم وحده. لك ليش عم تكوني نكديه؟ شو صار لك؟ Thank you.
تفهمي علي يا حاسو. هي هيك الحياة، كل شي بيتغير بتتغير كل الموازين. اليوم بيبدأ شي وبكرة بيخلص شي. لك في زلمة يوناني ذكي كتير اسمه هيراكليتوس، شو قال؟ لا يمكن الاستحمام مرتين في نفس النهر. يعني الزمن بيتغير والأحداث بتتغير وكل شي بيتغير حوالينا حبيبتي. إذا رجعت ومشيت بنفس النهر هلأ شو رح يصير إذا تغيرت المي؟ أنا اللي بيهمني إني شوف نفس المنظر. لازم أكتب وظائفي. رح أدرس يلي قلتي لي إياه وفكر منيح. تعي يا بنت تعي، تعي نلعب شوي. راجع بهالوقت من الشغل؟ مالك علاقة؟ عم حاول دقلك إلي شهور، ليش ما عم تردي عن موبايلك؟ مشغولة، لأنه مشغولة. شو نفع شغلك كله بالله؟ بلشتي تديري السجن بشكل أحسن؟ وصاروا سجناء ناس مناح ما هيك؟ ماني مضطرة إني أوضح لك. إيمانك مجبورة تفسري لي شيء، بس مجبورة تفسري لأخوكي. أنتي شو عملتي كرمالي؟ تتذكري أنتي ليش انتقلتي على السجن؟ فيكي تجاوبيني؟ شو هدفك وليش انتقلتي على هذا السجن؟ متذكرة شيء؟ طلع فورا من بيتي. يبدو كلامي ضايقك. قلت فورا اطلع من بيتي، روح انقلع. دينيس، فينا نحكي؟ تعي تعي فوتي. كيفك؟ جيت تشوف كيف صرتي. بخير عادي. عم تفكري بمحكوميتك؟ ما كان رح يصير هيك واضح، وصرت مستعدة لكل شي. عم راقب الوقت اللي رح أقدر فيه شوف بنتي ونصير سوا. رح يمر هاد الوقت. حمدي ربك، حمدي على كل شي. شكري شكري على صحتك. ليكي انتي بتعرفي ليش نحن منفهم بعض لهي الدرجة، ما هيك دينيس؟ لأن أمهات. تنتهي الأمومة شي؟ مستحيل. هي الحياة. طلعي علي، سبحانه كريم عطول بيعطينا من نعمه. أنا عندي أويكو. وعندك حسن. وعندي حسن. ما كنت متخيلة أرجع أضحك بيوم. إيه صح مزبوط، ما حدا بيعرف شو ناطرني. الحمد لله مبسوطة من قلبي. دودو صدقيني مبسوطة مشانك يا روحي. الله
يكون معك. دينيز لا تتركي حالك، لازم تصبري، ولو الحكم كان هيك خليكي قوية، وحتى لو كان مؤبد. همي الوحيد ما تعيش وحدة تانية اللي عشته وتحملته، لأنه عن جد كتير صعب. هي أمنيت. بفهمك، الحقيقة ما عندي شي أقوله. إيه بس ليكي، سبحانه الله كريم عطانا القدرة إنه نتنفس، ورح نضل نتنفس لحتى الله يريد. رح نلاقي غصن نتمسك فيه، وما في حل تاني، صح؟